السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أحبائي أعزائي في كل مكان. قانون ديال ريديتو ديال الشطة ديال نصا صافي راه سالو منو، راه هو كامل وواجد، غادي يخرج في لا غازيتا وفيتش عليه هنايا. تنتمنى تكون هذه آخر حلقة، غادي نفسر لكم جميع وأهم النقاط اللي كاينة في هذا القانون ومن سيستفيد من هذا القانون. التفاصيل بعد الفاصل. قانون دخل المواطن أصبح حقيقة بعد أن حددت الحكومة القواعد التي يجب اتباعها. الإيزي خصو يكون تحت من 9300 أورو. الأموال اللي عندكم مثلا في الأبناك مثلا أو في البنك يجب أن تكون أكثر من 6000، ويمكن أن تصل إلى 20000 للعائلات ذوي الاحتياجات، وحتى العائلات اللي عندهم مثلا نوكلي وفاميليار 255000 يستفدوا كذلك من دخل المواطنة. 5 ملايين تحت خط الفقر غادي يستفدوا 47% الناس اللي في وسط الشمال من وسط الشمال، و 53% وسط الجنوب والجزر يعني سيشيليا وساردينيا. دخل المواطنة سوف يستمر ل 18 شهر. من خلال 12 شهر الأولى يقترحون عليك عرض عمل في المحيط ديال 100 كيلومتر. عند الرفض كذلك يقترحون عليك العمل الثاني في محيط ديال 250 كيلومتر، وإذا رفضت للمرة الثالثة سيكون العرض يعني عرض العمل في جميع أنحاء إيطاليا. بعد العام الأول حتى العرض الأول يمكن أن يصل إلى محيط 250 كيلومتر، والثالث إلى كل أنحاء إيطاليا، الثاني والثالث إلى كل أنحاء إيطاليا. بعد 18 شهرا العرض وبعد 18 شهرا العرض سوف يكون لكل أنحاء إيطاليا، ويكون عليك واجبا أن تقبل بهذا العرض وإلا سوف تحرم من هذا الدعم. ريديتو دي تشتا دي نانسا، نعطي بعض الأمثلة الناس اللي غادي يستافدوا مثلا من هذا الدعم. إنسان عايش غير بوحدو لوحدو عنده حتى 780 أورو، فينو 500 أورو، هذه كوم انتجراسيون يعني ريديتو، تبشير ريديتو على حساب ريديتو، وفيها 280 أورو ديال الكونتريبوتي ديال لافيتو إلا كان كاري مثلا، أو 150 أورو إلا كان مازال تيخلص الكونتريبوتي ديال الموتو اللي عنده. في التوتال راه 780 تياخد. عندنا مثلا على سبيل المثال واحد العائلة مكونة من جوج ديال الناس بالغين وجوج ديال الأطفال قاصرين، عندهم حتى 1180 أورو في الشهر ديال ريديتو دي تشتا دي نانسا. فينو 900 أورو إلى 900 أورو من سيلي، هذيك انتجراسيوني في الريديتو، زائد 280 أورو ديال الكونتريبوتي اللي كانوا كارين، ولا 150 أورو ديال الكونتريبوتي بور الموتو. عندنا فاميليا مثلا متكونة كذلك من جوج بالغين، عندهم واحد ولد بالغ وعندهم واحد ولد مينور مثلا قاصر، عندهم أفرانو فينو 1280 أورو ديال ريديتو دي تشتا دي نانسا. 1000 أورو هذه انتجراسيوني ديال ريديتو، 280 أورو ديال الميزي في الشهر الكونتريبوتي ديال لافيتو اللي كانوا عندهم الكرا، و 150 كذلك اللي كان عندهم كونتريبوتي بور لي موتو. عندنا كذلك فاميليا مكومبوستا من جوج ديال الناس بالغين، عندهم ولد ماجور وعندهم يعني بالغ وعندهم جوج ديال الاطفال قاصرين، عندهم حتى 1330 أورو في الشهر ديال ريديتو دي تشتا دي نانسا. فينو 1050 أورو هذه انتجراسيوني على ريديتو داخله في ريديتو، زائد 280 أورو ديال الكونتريبوتي تاهما كذلك اللي كانوا كارين ديال لافيتو، ولا 150 أورو ديال الكونتريبوتي على لاموتو اللي كانت عندهم. الناس اللي غادي يستافدوا من هذا الدعم خصهم يكونوا يعني واجدين انهم يساهموا في بعض الاعمال المفيده يعني الجماعه ديالهم اللي تنتميو ليها، وتقدر تكون هاد العمل هذا يقدر يكون حتى 8 ديال الساعات مثلا في السيمانه كمساهمه منهم للجماعه اللي هما مقيمين بها مثلا.
بطبيعة الحال غادي يكونوا معفيين الناس اللي عندهم إعاقة، وغيكونوا معفيين كذلك الناس اللي عندهم أولاد صغار العمر ديالهم تقل على 3 ديال السنوات، أو عندهم شي واحد من العائلة ديالهم مثلا هما اللي مقابلينه وهما اللي خصهم يكونوا معاه، تادو كذلك معفيين من هاد العمل مثلا ديال 8 ساعات في الأسبوع. بطبيعة الحال غادي تقدروا يتحرموا شي ناس من هذا الدعم هذا، مثلا اللي ما مشاركش مثلا في ما مقيتش مثلا في الوفيتشو وتقول له جامعه مثلا ما تقلبش على خدمه، ما تشاركش مثلا في شي مبادرات يعني تكوينيه بلا وما عندها حتى شي جيستيفيكاسيوني، مثلا ما رفض العرض الثالث مثلا ديال العمل وما قبلوش، هذا تو يقدر يتحرم من هذا سميتو من الدعم. كذلك اللي تعطيه معلومات فالصو، راه حنا قلنا ودرنا حلقة على المسألة هذه، راه غادي ريسكي حتى من جوج حتى ل6 سنين ديال الحبس الله يستر، هادشي هضرنا عليه. اللي ما تعلمش مثلا يعني انه عنده شي ممتلكات جات وشي ممتلكات اخرى مثلا وما علمش بها، وهادشي تا هو راه كذلك معرض كذلك تا هو لانه يتحرم من هاد الدعم هذا. تتمنى انني نكون شرحت يعني جميع او اهم النقاط في هذا الموضوع هذا، وراه نخلي لكم بزاف ديال سميتو ديال الصور اللي غادي تشوفوها راه مكتوب فيها سميتو القانون، وتتمنوا أنكم تدعموا القناة وتبقوا أوفياء للقناة كما ديما، وشكرا. ما يفوتنيش أنني أن نقول لكم الناس اللي غادي يستافدوا من هذا القانون، يا إما إيطاليين أو أجانب أو أوروبيين ينتمون للاتحاد الأوروبي. بالنسبة للأجانب مثلا اللي ما تنتميوش للاتحاد الأوروبي الإكسترا كومونيتاري مثلا، خصك تكون الإقامة الدائمة لمدة 10 سنين، لا ريزيدونس تكون 10 سنين، وبالخصوص العامين الأخيرة ديال هاد 10 سنين تكون يعني بصفة مستمرة، ورخصة الإقامة الدائمة. أعتذر لكم أعزائي إذا لم تكن الصور مرتبة بالشكل الجيد. أتمنى أنكم قد أزلت بعض الغموض فيما يخص مسألة الدعم داخل المواطنة ريديتو ديتشاتا دي رانسا. أتمنى أن تدعموا قناتكم هذه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.